بعد غياب كبير بتعود الفنانة علا غانم للسينما بفيلم أولاد حريم كريم. واتكلمت علا غانم وقالت في تصريحات ليها إن فيلم أولاد حريم كريم هيحيي الجزء الأول من حريم كريم، وإن الجمهور اللي هيشاهد الجزء التاني هيرجع ويشوف الجزء الأول من الفيلم، وده علشان يعرف القصة كاملة والتفاصيل. وهيكون الجزء التاني من الفيلم بطولة مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم وخالد سرحان، والأبطال الجدد هتشارك بشرى وعمر عبد الجليل وتيام مصطفى قمر ورنا رئيس. وكان تم عرض الجزء الأول من فيلم حريم كريم منذ 18 عام، وحقق وقتها نجاح كبير على شاشات التلفزيون، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وداليا البحيري وعلا غانم وبسمة وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا.